Not too long ago, I was quite the professional. My friends and I, we were the creme de la creme in an exclusive industry. And we all worked for this man, Bill. Then one day, I decided to leave, settle down, and start a new life. But when I tried to get out, they did me in. السلام عليكم. ما قادر أصدق إلى الآن إني ما عملت أي فيديو لترشيحات أفلام الجريمة. كيف عايش إلى الآن بدون ولا فيلم جريمة في الغنى؟ كويس إنها صامدة إلى الآن في هذا العالم. قصدي على الغنى يعني. المهم معكم محمد طارق واليوم حنبدأ سلسلة ترشيحات أفلام الجريمة بخمسة من أفضل أفلام الجريمة في التاريخ. قبل ما نبدأ ما تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات ولو الفيديو عجبكم وأكيد حيعجبكم. دوسوا لايك وما تنسوا تعرفوا مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وتويتر تحديدا. دائما التواصل هناك بيكون اسرع. نبدا على بركه الله. People of Kattegat. I don't know exactly who I am. Come in. You will. Why so serious? We are not angels now. Say my name. Dracarys. You didn't think it was going to be that easy, did you? For a second there? Yeah, I kind of did. Silly rabbit. رقم واحد كيل بيل. واحد من أجمل وأمتع أفلام الانتقام اللي شفتها في حياتي. وما إنه الفيلم من إخراج تارانتينو ده بيعني إنه الفيلم فيه الكثير من الأرجل. لا لا بهزر، الفيلم فيه الكثير من الدماء والأرجل برضو يعني. نحن بنتكلم عن تارانتينو، لو ما جاب رجول في الفيلم بيموت. الفيلم فيه جزئين، واحد صدر سنة 2003 والثاني صدر سنة 2004. تقييم الجزئين وصل إلى 8 على IMDb. والفيلمين دمويين بطريقة بشعة. رقم 2 كازينو. الانسان اللي اسمه جوباشي يدخل على اي فيلم حق عصابات او مافيا يرفع منه في السماء، اسطورة تمثيلية. وكمان معه في الفيلم ده دينيرو. اكيد طبعا انت كده ضمنت الوصفة السرية للنجاح. دينيرو زي جوباشي فيلم حق عصابات حيكون اسطوري. يا اخي نفسنا نرجع لزمن افلام العصابات الجميل ويكون عندنا على الاقل فيلمين في السنة حقين مافيا. بغض النظر عن فيلم ذا ايريش مان، ما متذكر اخر فيلم حق عصابات صدر في سنة كم. عشان كده دائما لما يكون الواحد نفسه في فيلم حق عصابات بيرجع للارشيف ويشوف افلام من نوعيات كازينو. واحد من امتع افلام العصابات صدر سنة 1995 وصل تقييمه الى 8.2 على IMDb. A new film directed by Quentin Tarantino. رقم 3 بول فيكشن. الفيلم الثاني معانا في القائمة من إخراج ترنتينو، وثاني فيلم معانا في القائمة من بطولة أوما سورمان بعد فيلم كيل بيل، بس المرة دي معاها جون ترافولتا وسامويل جاكسون. بول فيكشن حايز على تقييم 8.9 على IMDb بتصويت أكثر من 1,000,000 مصور داخل الموقع. وبكده الفيلم يدخل إلى أفضل أفلام التاريخ مع مرتبة الشرف. أي حاجة في الفيلم ده كانت أسطورية. طريقة سرد القصة، الحوارات، التمثيل. فيلم عبارة عن تحفة سينمائية بكل معنى الكلمة. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. لو عاوز تعرف كيف تنشئ ثلاثية أفلام ناجحة، أقرأ من الكتالوج حق نولين وتحديدا صفحة ثلاثيات باتمان، واللي اخترني منها الجزء الثاني اللي كان بعنوان The Dark Knight، أفضل فيلم سوبر هيرو في التاريخ. لو صح وصنفناه إنه فيلم حق سوبر هيرو يعني. الفيلم عبارة عن فيلم جريمة وطالع في نصه شوية أحداث سوبر هيرو. نقل عالم دي سي السينمائي لمكانة ثانية، مكانة ما قادرين يطلعوا منها إلى الآن. نتمنى فيلم باتمان الجاي اللي من بطولة روبرت باتينسون يكون بنفس المستوى حق دارك نايت. نرجع لموضوعنا. ذا دارك نايت كان شيء لا يوصف من حيث المدعى والإثارة والتشويق. الإنتاج سنة 2008 حايز على تقييم 9 على IMDb. رقم
رقم 5 ثلاثية أفلام المافيا الأشهر في التاريخ The Godfather. ما أعتقد أنه في إنسان بيحب الأفلام أو حتى ما بيحبها ما شاف الثلاثية دي، ولو ما شفتها إلى الآن أحب أقول لك أنت فايتك كثير. بس أنا حاسس أنه الجيل الجديد اللي تعود على السرعة في الأحداث وزمن الأفلام القصير ما أعتقد حيستمتع بالفيلم ده، لكن أقول لك أديه فرصة، شوف الجزء الأول، لو ما عجبك خليه ولي. The Godfather واحد من أفضل أفلام المافيا في التاريخ، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق. انطلقت السلسلة سنة 1972 وحايز على تقييم 9.2 على IMDb. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك، ولو عندكم أصحاب مهتمين بالنوع ده من المحتوى شاركوا معهم الفيديو ده، وما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وتابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وتويتر تحديدا. كان معكم محمد طارق، والسلام عليكم ورحمة الله.